تحية لكم مشاهدينا الكرام، ملتقانا الأسبوعي معكم يتجدد مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية المنوعة التي تأتيكم ضمن فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم. وسنكمل مشوار تغطية صدى الرياضة بين جميع الفعاليات الرياضية الجماعية منها والفردية، ومع الأندية العراقية الكروية التي تشارك ضمن منافسات الدوري بكرة القدم. وكالمعتاد ستكون عدسة البرنامج متواجدة أيضا مع آراء وانطباعات مختلفة لعدد من الرياضيين العراقيين. مشاهدينا، بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرة صدى الرياضة، خليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وانطلاقتنا الأولى مع مشاركة منتخب العراق لكرة الصالة ضمن نهائيات الأمم الآسيوية 2018، إذ استهل منتخبنا مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على الصين بأربعة أهداف مقابل هدفين في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة. ونجح منتخبنا في قلب الطاولة على الصين في نهاية اللقاء بعد أن تخلف بهدفين دون رد في الشوط الأول، وتقدم الصين بهدفين عن طريق غوهيا تاو في الدقيقة 6 وزهاو جيانغا في الدقيقة 11 قبل أن يرد العراق برباعية عن طريق حسن علي جبار الذي سجل هدفين، وحسن علي دخيل من ضربة جزاء، وأخيرا رافد حميد. وعقب اللقاء مشاهدينا الكرام، قال مدرب المنتخب العراقي هيثم بعيوي: ارتكب لاعبونا بعض الأخطاء ضمن مجريات الشوط الأول، لكننا شخصنا الأخطاء وصححنا المسار في الشوط الثاني، حيث شهد الشوط الثاني تغييرا شاملا لمنتخبنا بعد تغيير أسلوب اللعب، وفعلا استطعنا من قلب النتيجة لمصلحتنا بأربعة أهداف مقابل هدفين. وأوضح أنه يسعى جاهدا مع جهازه الفني المتميز بقيادة عبد الرزاق أبو الهيل ووميض شامل وحسن شلال لتصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبها الفريق من أجل ضمان التأهل عن المجموعة. مشاهدينا الكرام، نبقى مع منافسات نهائيات الأمم الآسيوية لكرة الصالات، ففي مجموعتنا الثالثة أيضا وتحديدا ضمن إطار الجولة الأولى من المنافسات، تغلب منتخب إيران على ميانمار ب14 هدفا مقابل لا شيء. وفي باقي النتائج للمجموعات الأخرى ضمن الجولة الأولى، تعادلت تايوان مع البحرين بهدفين لكلا الفريقين، وفازت اليابان على طاجكستان بأربعة أهداف مقابل هدفين، وماليزيا على فيتنام بهدفين مقابل هدف، وأوزبكستان على كوريا الجنوبية ب13 هدفا مقابل هدفين، وتعادلت لبنان مع قرغستان بهدفين لكلا الفريقين، وفازت تايلاند على الأردن ب5 أهداف مقابل هدف واحد. في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة آسيا لكرة الصالات، حصد منتخبنا الوطني الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب على ميانمار ب3 أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف أسود الرافدين وليد خالد هدفين وحسن علي، في حين أحرز أهداف ميانمار كين زاولين وباي فيو مانغ، وبذلك تأهل منتخبنا الوطني إلى ربع نهائي البطولة برفقة المنتخب الإيراني عن المجموعة الثالثة. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، يتطلع المنتخب العراقي لكرة الصالة إلى المضي بعيدا في بطولة آسيا في مواجهاته المقبلة بعد أن تأهل إلى الدور الثاني، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي يعني ستقام مبارياته يوم الجمعة 9 من هذا الشهر.
مشاهدينا متواصلين معكم ومع فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم. ففي فعالية القوس والسهم حمل سعد المشهداني رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم وأمين عام الاتحاد العربي، حمل اللجنة المنظمة لدورة سيدات الشارقة المقامة في مدينة دبي الإماراتية حرمان لاعبتي المنتخب الوطني رند وفاطمة سعد من المشاركة في البطولة. وقال المشهداني إن الاتحاد تحمل خسائر مالية كبيرة جراء ذلك الفعل المقصود من اللجنة المنظمة بإبعاد البطلتين فاطمة ورند من المشاركة في تلك البطولة من خلال عدم منحهما سمة الدخول إلى الإمارات. وبحسب قول المشهداني اللجنة المنظمة تقصدت بإبعاد العراق عن المشاركة كون البطلة فاطمة سعد ستكون هي المرشحة الأولى للتتويج في تلك البطولة. يذكر أن المنتخب العراقي يواصل الاستعداد في تركيا وعلى نفقات خاصة، فضلا عن حجز تذاكر السفر من دبي إلى أمريكا للمشاركة في بطولة العالم. من جهته شكر المشهداني اتحاد المغرب والسودان لانسحابهما من البطولة بسبب عدم مشاركة المنتخب العراقي، مؤكدا أن هذا الانسحاب يدل على أن وجود المنتخب العراقي في البطولات له طعم خاص من خلال إضافة الإثارة وقوة التنافس بين جميع المشاركين. جمهورنا الرياضي أيضا، سنبقى مع القوس يعني والسهم، يعني المهم حاولنا يعني الوصول إلى الأستاذ سعد المشهداني رئيس الاتحاد العراقي وأمين عام الاتحاد العربي للقوس والسهم يعني معرفة الأسباب الحقيقية والوقوف على أبعاد هذا الموضوع. فكان المشهداني برفقة المنتخب في معسكر في تركيا وتحديدا في أنطاليا، وذلك استعدادا للدخول لمنافسات البطولة المذكورة، لكن للأسف أتت يعني الرياح بما لا تشتهي آمال وطموحات اتحاد القوس والسهم وكذلك البطلات رند وفاطمة يعني بمشاركتهم في بطولة الشارقة. توصلنا إلى المشهداني في تركيا وطرحنا عليه عبر الاتصال الهاتفي بعض الاستفسارات. ما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم مشاركة العراق بالبطولة؟ وهل اللجنة المنظمة فقط من تقع عليها مسؤولية عدم منح البطلات العراقيات سمة الدخول إلى الإمارات، أم الاتحاد العراقي أيضا يتحمل جزءا من المسؤولية الذي ربما تأخر في إرسال الأوراق الرسمية أو هنالك نقص بالمستلزمات المطلوبة، فضلا عن إذا كانت هنالك أسباب خفية ربما يعني تشمل الجوانب الفنية أو أبعاد أخرى؟ أقصد هنا يعني هل يعتقد الاتحاد العراقي أن سيناريو إبعادنا عن المنافسات كان مقصودا ومتعمدا؟ على علمي يعني البطولة ليست بسيطة، يعني بطولة الشارقة بحيث يعني تشمل فعاليات عديدة أخرى بجانب القوس والسهم. أخيرا مشاهدينا سألناه عن جاهزيتهم للاستحقاق المقبل، هل لا يزال يعني طبعا هذا الاستعداد بعد هذه الإجراءات التي طبعا حدثت من بطولة الشارقة، هل لا يزال المنتخبنا العراقي يستعد للمشاركة في البطولة العالمية؟ بالتأكيد من تركيا وعبر الهاتف وصلتنا هذه الإجابات المشهداني في الوقفة التالية، خلينا نتابع. حبيبي كابتن، تحية لك ولقناتكم الطيبة ولا جمهور الرياضي المتابع الكريم. ما يخص الأسباب الحقيقية التي منعت مشاركة البطلتين فاطمة سعد ورن سعد في بطولة دورة الشارقة للأندية، لحد اللحظة لا نعرف السبب الرئيسي لعدم إعطاء البطلتين الفيزا للإمارات، علما أن الفيزا متوفرة في المكاتب السياحية وتعطى خلال يومين ولأكثر من شهر، لحد هذه اللحظة لم يعطونا الفيزا ولأسباب لا نعرفها، وعلما أن لدينا بطولة عالم في أمريكا لداخل الصالات. فاطمة أخذت الفيزا الأمريكية خلال 3 أيام،
فهل يعني هل يعني الموضوع عدم إعطائنا الفيزا الإمارات لمدة أكثر من شهر هل هو واقعي أم أمر دبر بليل؟ نحن كاتحاد عملنا الاستمارات الخاصة بالمشاركة في الدورة قبل أكثر من شهر، ولكل الوفد المؤلف من ثلاثة لاعبين للقوس المركب، لاعبات للقوس المركب وثلاثة لاعبات للقوس المحدب، ومع مدربيهم والإداري ورئيس الوفد، وأكملنا كافة الإجراءات. وفعلا أتت فيز أغلب الوفد إلا فاطمة ورن ومدربتهم والتي أمهم، وأنا أشغل منصب الأمين العام للاتحاد العربي للقوس والسهم ورئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، ولم نأخذ الفيزا. وكلمت اللجنة المنظمة لمئات المرات ولا فائدة، كل ما أكلمهم قيد الإجراء. حتى رديت أنا أذهب إلى المكاتب أحجز للفيزا، أرتب فيزا للفريق لفاطمة ورند والبقية وللأستاذ محمد علي فياض رئيس لجنة المدربين والحكمة الدكتورة شذا علي أيضا معطوة الفيزا. قالوا لي لا يجوز أن نأخذ فيزا لأن اللجنة المنظمة مقدمة الفيزا، وإذا قدمنا الفيزا فستكون هناك بلوك ولن يعني تتوقف من الجانبين ولن نحصل على الفيزا. فاتحنا مكاتب سياحية في داخل العراق وفي الإمارات، وذهبوا إلى المكاتب إلى السيستم اللي يقولوا عليه السيستم في الخاص بإعطاء الفيز لكافة الدول، قالوا بأنكم مقدمون الجوازات، وإذا قدمنا جوازاتكم مرة ثانية فسيرفضها السيستم ويرفض التأشيرة التي رفعتها اللجنة المنظمة في الإمارات. فيعني حتى حاولنا، قالوا في فيزا سريعة خلال ساعتين بمبلغ يعني عالي $325، ووافقنا، ولكن عندما ذهب إلى السيستم رأى الأسماء موجودة لم يستطيع التقديم. الرياضة توحد، نحن نريد من السادة المسؤولين في الإمارات أو في اللجنة المنظمة أو اتحاد اللجان الأولمبية، الرياضة توحد، لا نحتاج إلى التفرقة. نحن يعني وضعنا لا يسمح بأنه تكون هناك تفرقة بين الدول العربية، نحن حريصون على أن نكون ضمن الأنشطة والفعاليات التي تقيمها أي دولة عربية من أجل توحيد العرب. والرياضة ليست فقط فوز وخسارة، الرياضة عندما يلتقون البنات في أشقائهم البنات من الدول الأخرى يكون هذا هدفنا الذي نبغي به زيادة التواصل بين اللاعبات والمدربات وبين الإداريين العرب. الجانب الفني، اللجنة المنظمة واللي هي إماراتية دولة الشارقة يعلمون علم اليقين بأن فاطمة ورن وخصوصا فاطمة ستضمن الميدالية الذهبية وبفارق شاسع عن أقرب منافسيها، ونحن نستعد حاليا للمشاركة في بطولة العالم داخل الصالات في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية ساوث داكوتا الجنوبية، والتي سيشارك فيها أغلب منتخبات العالم للعبة. وإن شاء الله فاطمة مستعدة استعداد طيب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كلمة أخيرة، أحب أشكرك كابتن بلال، تعودتنا دائما على التواصل مع الرياضة القوس والسهم العراقية، وأشكر برنامجك صدى الرياضة، وإن شاء الله نعاهدك ونعاهد الجمهور الرياضي بأنه نحقق الميداليات الملونة إن شاء الله في البطولات القادمة. إذن مشاهدينا، فعلا يعني حالة غير طبيعية وفيها الكثير من الشكوك وعلامات يعني الاستفهام
يعني هل من المنطق أن تتم الموافقة على مشاركة فريق فاطمة سعد في البطولة ولم تمنحها اللجنة سمة الدخول إلى دبي؟ طيب يعني لماذا تمت الموافقة أصلا يعني من البداية على المشاركة؟ من جهة أخرى العذر يعني نراه ضعيف جدا، إذا كانت سمة الدخول هي العائق الرئيس، يعني معقولة اللجنة المنظمة لا تعلم بأن التأشيرة يعني هي متوفرة في الشركات السياحية ويمكن طرق هذا الباب ويمكن حتى الحصول عليها بكل سهولة ولا تحتاج يعني إلى خلق أعذار وهمية؟ دعونا مشاهدينا الكرام نتابع الآن يعني قائمة التسجيل، قائمة التسجيل طبعا للمتسابقات المشاركات في منافسات بطولة العالم داخل الصالات، هاي بطولة مهمة، ونشاهد من يعني بينهم بالتأكيد البطلة العراقية فاطمة سعد التي تستعد حاليا في تركيا قبل الدخول في منافسات هذه البطولة المهمة والكبيرة. كما قلنا كل الدعوات كل الأمنيات للبطلة فاطمة بالنجاح والتألق والإبداع في هذه المشاركة. كما تابعنا هذه يعني قوائم التسجيل للمتسابقات المشاركات في منافسات بطولة العالم داخل الصالات، كانت حصريا اكسكلوسيف لصدى الرياضة، ونحن نشكر القائمين على إرسال هذه طبعا القوائم لبرنامج صدى الرياضة. جمهورنا الرياضي الآن مع مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. حث اتحاد الكرة العراقي أنديتنا على الابتعاد من الهتافات العنصرية، ومن مبدأ تطبيق اللوائح الخاصة بالاتحادين الدولي والمحلي تقرر منع جماهير أي فريق تثبت عليه هتافات مسيئة من مرافقة فريقه لمدة 7 مباريات، وتكون العقوبة أشد في حال تكرار المخالفة. عربياً، أبدى المهاجم السعودي فهد المولد سعادته بالانتقال إلى فريق ليفانتي على سبيل الإعارة، مشيداً بالروح الجيدة التي أظهرها زملائه الجدد في الفريق الإسباني. بحسب كتاب رسمي، قرر اتحاد غرب آسيا لكرة السلة نقل بطولة الأندية المقرر إقامتها في بغداد خلال شهر آذار المقبل إلى الأردن. ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد يسعى لإنهاء إعارة النجم الكولومبي خاميس رودريغيز إلى بايرن ميونخ الألماني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. أكدت تقارير صحفية أن المدرب الأرجنتيني ديغو سيميوني المدير الفني الحالي لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني خارج الترشيحات لتولي مسؤولية العملاق الإنجليزي تشيلسي عقب نهاية الموسم الحالي. كشفت تقارير صحفية أن الإسباني ديفيد ديخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد قد أخبر رفاقه في المنتخب الإسباني بنيته الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، وأكد ديخيا أنه يستعد للرحيل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الآن نتابع أخبار أبطال آسيا 2007، إذ وافق الاتحاد المركزي لكرة القدم على اعتزال لاعب منتخبنا الوطني السابق قصي منير في مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره القطري والمزمعة إقامتها في ملعب الشعب الدولي في 5 أو 6 من آذار المقبل. وجاءت الموافقة على إقامة مباراة اعتزالية للاعب الدولي الخلوق قصي منير تثمينا للجهود التي قدمها في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات. مشاهدينا، يشار إلى أن الاتحاد سبق
وأن يعني وافق على اعتزالية اللاعب الدولي مهدي كريم في مباراة العراق والسعودية التي ستقام في البصرة في 28 من شهر الجاري، وذلك تثمينا للجهود الكبيرة التي قدمها هذا اللاعب الكبير مهدي كريم في مسيرته الكروية، إن كانت على صعيد الأندية العراقية أو المنتخبات الوطنية. نبقى مع أخبار نجوم الكرة العراقية. إذا اقترب نادي الزوراء بكرة القدم من التعاقد مع مدافع المنتخب الوطني السابق سلام شاكر لتمثيل الفريق ضمن منافسات الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن سلام شاكر كان يتدرب مع الزوراء طيلة الفترة الماضية، والجهاز التدريبي بقيادة أيوب ديشو أبدأ سعادته بالمستوى الطيب لشاكر. يشار إلى أن المدافع سلام شاكر وقع لصفوف الشرطة في بداية الموسم، لكنه فسخ العقد بسبب تعرضه للإصابة. طبعا هذه المرة دعونا ننتقل إلى لعبة أخرى وهي كرة السلة، إذ كشف فيها محمد صلاح لاعب نادي الشرطة والمنتخب الوطني لكرة السلة عن مدة غيابه عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الكهرباء، والتي أدت إلى كسر في الساق، وقد أجريت له عملية جراحية ناجحة في بغداد، سيبتعد عن الملاعب على إثرها لمدة 5 أشهر. يبدو أننا سنبقى مع كرة السلة، حيث توجه منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى مدينة إسطنبول التركية للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى 19 من الشهر الحالي، بعدها يشد الرحال إلى العاصمة الإيرانية طهران لخوض مبارتين ضمن النافذة الثانية لتصفية كأس العالم، الأولى أمام المنتخب القطري في 22 من الشهر الحالي، إذ اختار فيها الاتحاد العراقي إيران أرضا مفترضة لهذه المواجهة، والثانية أمام المنتخب الإيراني ضمن الجولة الرابعة، وأيضا ستكون على صالة الأخير. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، دعونا نتوقف قليلا مع فاصل، نواصل بعده فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. تحويلة عالية وجليل زيدان السيطرة على الكرة ممتازة، أتمنى لكم كل التوفيق وحضوركم مميز إن شاء الله ومؤثر في الشارع الرياضي، ألف تهنئة لكم. راح أكون أول الداعمين إليه، وإن شاء الله يا رب هذا البرنامج ينال رضا الجمهور. أخوك الحارس محمد حميد. طبعاً أكيد نحب نبارك للزميل والأخ الإنسان الرائع بلال بداع، أكيد إنسان غني عن التعريف، ونحب نبارك له بأنه عودة برنامج اللي هو برنامج صدى الرياضة. صدى الرياضة من البرامج الرياضية اللي تجمع رموز الرياضة العراقية وهمومها ومشاكلها. دعوة لكل محبي الرياضة ومتابعيها من شمال العراق وجنوبه ومن داخل العراق وخارجه لمتابعة البرنامج الشيق، برنامج الرياضي العراق كلهم، برنامج صدى الرياضة. مشاهدينا، من بين العلامات البارزة في الدوري العراقي الكروي في السنوات الأخيرة هو نادي النفط الرياضي، إذ كان وراء هذا التميز عمل جماعي منظم بدءا من مدير فني مجتهد وطموح إلى مساعدين كفؤين إلى لاعبين مثابرين، وصولا إلى يعني إدارة قريبة ومتعاونة، لكن يبدو أن هنالك متغيرات طرأت على مستوى ونتائج هذا الفريق في الموسم المنصرم. مشاهدينا، لذلك ارتأينا اليوم وضمن الجزء الثاني من صدى الرياضة أن نسلط الضوء على أحد العلامات التدريبية البارزة في الدوري العراقي بكرة القدم، وهو الشاطر حسن أحمد المدير الفني لنادي النفط الرياضي الذي ينضم معنا من العاصمة الحبيبة بغداد. كابتن حسن، اليوم ستكون لنا معك وقفات ومحاور عدة، لكن بالتأكيد بعد أن نرحب بك أجمل ترحيب في صدى الرياضة. كابتن يعني حسن، سيكون محورنا الأول مع كل تفاصيل ناديكم
بطبيعه الحال لابد من ان يعني ندخل الى الدوري العراقي، طالما نتكلم عن نادي النفط بالتاكيد الحوار ياخذنا الى الدوري العراقي. كابتن حسن، على عكس ما لاحظناه في الموسم الماضي لفريق النفط يعني من اداء ونتائج مميزه، يعني شاهدنا هذا الموسم يعني في تراجع في تذبذب، برأيك ما هي أسباب عدم استقرار فريق النفط مع بداية الدوري يعني وهذا التباين في مستوى الأداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد هناك أسباب، يعني فريقنا الموسمين السابقة كان مستقر على نفس اللاعبين ونفس الجهاز الفني، هذا الموسم يعني خرجوا تقريبا 6 لاعبين من الفريق، أكيد هذا أثر سلبا على انسجام اللاعبين داخل الملعب. ست لاعبين هم من أعمدة اللاعب، يعني أعمدة الفريق، اللي هو أيمن حسين، عندك حسام كاظم، عمار كاظم، عندك أشرف عبد الكريم، مصطفى علي، مصطفى جودة، أكيد هذول لاعبين مؤثرين. استخدمنا لاعبين شباب بدالهم، لكن هذول اللاعبين يحتاجونهم إلى فترة إلى وقت من الانسجام، فهذا أنا يعني أقول هو هذا السبب. إضافة إلى يعني تفاجأنا باللاعبين اللي مفاتيح لعبنا هم انصابوا، يعني بداية الموسم انصاب عندنا مازن فياض، انصاب عندنا قاسم زيدان، انصاب عندنا علي ياسين، انصاب عندنا رعد فينر، انصاب عندنا عصام ياسين، يعني أكيد هاي كلها إصابات مؤثرة. يعني إذا أنا حسبت تقريبا 12 إلى 14 لاعب هم ابتعدوا عن تشكيلة العام، فأكيد هذا ولد عدم استقرار، ويعني نقول ظهور الفريق مو مثل الموسم السابق. لكن كترتيب احنا لحد الان بالثالث، وانا يعني اقول هذا انجاز بالنسبه ان احنا مركز الثالث امام هاي الظروف اللي صادفتنا. فان شاء الله الان بعد عوده ايمن حسين وشفاء اللاعبين من الاصابات، فريقنا اخذ يتسلق نحو يعني نقول المنافسه بشكل حقيقي للدوري. كابتن حسن، يعني بحسب تصريحاتك في العام الماضي يعني أن فريق النفط غير محظوظ مع الحكام، كيف ترى تشخيص ذلك في هذا الموسم؟ هل يعني لا يزال هذا الأمر مرافقا لكم؟ احنا كل موسم لأن فريق بحكم أنه فريق غير جماهيري ننظلم من يعني بعض قرارات الحكام. يعني أنت شاهدت مو بس نادي النفط، أكيد يعني الحكم شخصية الحكم مهمة، أنه من يقود لعبات جماهيرية الإناطة بمبارات الجماهير لازم تكون يعني حكم ذو شخصية ما يتأثر بالعامل الجمهور، ما يتأثر بالضغوط النفسية اللي تحدث من بعض اللاعبين الدوليين، فأكيد هذا عامل مهم. احنا تأثرنا سنتين تأثرنا بالحكام وضاع الدوري من عندنا بتأثيرنا، هذا الموسم كذلك يعني أكثر من 4 لعبات 5 لعبات احنا يعني انظلمنا تحكيميا، لكن فريقنا كان يفوز بالمباراة، هذا اللي كان يعني يخلينا احنا ما نعترض او ما. لكن انت نوبات من انت تلعب وتكون عندك جادة بالملعب ويجي تجي صافرة، هو القرار ياخذه عليك وما ياخذه على الخصم. فانا احنا اعتقد نتأثر لان احنا مواد القانون كلها دارسيها ونعرفها، فليش انه انت بعض القرارات تطبقها علينا وعلى الخصم ما تطبقها؟ فهو هذا كان اعتراضنا، وهاي السنة نفس الحالة، يعني ما كانت أكو يعني نقول 100%، لكن أنا أقول التحكيم أفضل من السنوات السابقة. يعني أنتم كمدربين هل راضين مقتنعين بآلية الدوري وهذا يعني الجدول المضغوط للمباريات بحيث كل 3 أيام والرابع هنالك مباراة، يعني بالتالي تأثير ذلك على اللاعبين؟ إحنا اللاعب العراقي يعني ما عنده مكملات نقول الأحمال التدريبية اللي يأخذها خلال الأسبوع. يعني أنت من تسوي آلية الدوري كل 3 أيام مباراة وأنت تطلع محافظات وترجع تلعب مباراة، أكيد اللاعب ما يوصل إلى فترة الاستشفاء اللي ممكن يعود بشكل طبيعي للمستوى اللي يظهر به خلال كل مباراة، هنا راح تولد إصابات، وهذا دليل قاطع أنه شاهد أنت يعني جميع الأندية عندها إصابات كثيرة، من 7 إلى 8 إصابات، يعني أكيد هذا جراء الأحمال أو الشدد اللي يأخذ اللاعب خلال يعني الوحدات التدريبية أضافة إلى المباراة الرسمية. فأنا أقول يعني هاي الآلية حتى ضعفت من مستويات الدوري، يعني الآن تشاهد الدوري ما بي مستوى يعني عالي مثل ما السنة الماضية كان
نشاهد مباريات جيدة يعني عالية المستوى، لكن الآن عدم ظهور هذا الأندية هذا جرى أنه آلية الدوري تحتم عليك تلعب واللاعب ما واصل إلى الاستشفاء الكامل. برأيك ما هو الحل لهذا الجدول المضغوط بالمباريات؟ يعني هل بإمكان الفريق المنافسة إذا لم يكن لديه مصطبة لاعبين احتياط وبدائل بنفس كفاءة الأساسيين؟ أكيد هنا لازم عندك مصطبة عامرة من اللاعبين الجيدين، ولازم أنت تعد فريق يكون كل لاعب إلى لاعب بديل. يعني من تحدث إصابة عندك لاعب رأسا يحل محل اللاعب، أو أنت تداور، يعني مبدأ التداور بين اللاعبين، يعني كل مباراة ممكن تغير 4 بالتشكيلة تريح اللاعبين اللي مراكزهم بيها يعني نقول جهد وركض ويبذل جهد أكثر من غير مراكز ممكن أنه تغير بيهم. ألا تعتقد يعني أن الدوري لهذا الموسم كدوري عراقي عام يعني أنجح من المواسم السابقة؟ لا ما أعتقد، أنا أقول يعني هذا الموسم فنيا فقير يعني بحكم الآلية اللي قلنا بيها، فما ماكو ظهور يعني بالنسبة للجانب الفني. نتمنى احنا يعني بعض المباريات ترتقي الى المستوى العالي اللي يتمتع به الجماهير، لان تعرف انت الان النقل التلفزيوني ارضيه الملاعب جيده، فيجب انه نظهر بالدوري العراقي بشكل ممتاز. يعني اللي ينتدي انت بعض القنوات العربيه ده تنقل الدوري العراقي، فاريد انه الدوري يرتقي الى مستوى جيد. نتمنى انه سنه الموسم المقبل انه تكون آلية الدوري مختلفة عن هذا الدوري، حتى تعطي فرصة للاعبين للاستشفاء، تعطي فرصة للمدرب يدرب خلال الأسبوع. أنت تعرف عملية التدريب الآن عندنا معدومة، لأن أنت تيجي من المباراة تعد لاعبيك إلى يعني استشفاء تدريب استشفائي للاعبين، وتجي تعد المباراة المقبلة، فما يصير عندك تدريب. يعني تدريبك كله اختصر على فترة الإعداد الأولى اللي أنت يعني خضتها بالمعسكرات التدريبية أو ضمن المباراة التجريبية اللي لعبتها. طيب كابتن خليك معنا واسمح يعني لنا أن نتوقف قليلا ونستمع إلى انطباعات من أهل الشأن من منظومة نادي النفط الكروي، خلي نتابع كابتن. احنا بعد خروج يعني 7 لاعبين نعمد الأساسية الفريق، يعني بسبب نقول يعني المادة أو رغبة اللاعب ينتقل، هذا حق مشروع لأي لاعب. انتقلوا من عندنا 7 لاعبين، جبنا لاعبين، بس دائما اللاعب من يعيش الفريق سنتين وثلاثة اكو استقرار باللاعبين، استقرار بكادة التدريبي، استقرار باسلوب اللعب. لما يطلعون لاعبين ويجيب لاعبين يحتاج وقت. انا اقول بدايتنا مع الدوري اقول بداية مثالية، احنا يمكن 5 مباريات لعبنا خارج ملعبنا يعني محافظات، لحد الان احنا ما لعبنا ملعبنا، لعبنا ملعب الصناعة احنا لما جرينا. هاي كلها عوامل اثرت على الفريق، بس كل هذا اقول احنا فريقنا لحد يعني المركز الثالث. احنا حتى العام اول العام جينا شويه شويه لوصلنا للمراكز الاولى. انا اقول الفريق يوم بعد يوم دي يسير بالطريق الصحيح، اكو استقرار بالتشكيل، اكو استقرار بالكادر التدريبي، هاي كلها عوامل. هي اكو نقول توافق بين اداره ولاعبين وكادر التدريبي، هاي كلها عوامل مثاليه. نتمنى من رب العالمين دائما صوره نادي النفط تبقى بالمراكز الاولى. هذا ما يجي من كلام، لازم يجي من عطاء لاعبين، من عطاء إدارة، من عطاء كادر تدريبي. احنا نقول أنا لا ليس مجاملة، أنا أقول الكادر التدريبي بقيادة الكابتن حسن أحمد يعني عقلية، أنا أقول يوم بعد يوم يعطيك فشي جديد. هذا يعطيك انطباع بين دائما الفريق يشوفه في حلة جديدة. كل مباراة تلقى أسلوب، كل مباراة تلقى أكو تغيير. شوف أكو تداور اللاعبين، أكو نقص باللاعبين، 7 لاعبين 8 لاعبين يكون نقص، بس تشوف فريق شكل فريق موجود. هذا يعطيك من الحمد لله الفريق دي يسير بالطريق الصحيح. ان شاء الله يا ربي. احنا الموسم الماضي كان فريقنا يعني تقدر تقول كان وضعه جيد حيل السنه. فريقنا يعني تقدر كل لعبه عندنا 5 لاعبين او 6 لاعبين هم كلهم مصابات، مباراه عن مباراه لاعب عندنا ينصاب. يعني هسه اذا تجي تحسب المصابين يمكن 8 من 9 قسم من عندهم خطايا يعني طلعوا سافروا وتعالجون، قسم من عندهم تحت العلاج محمد جوهر، وان شاء الله رب الله يشافيهم ويكونون من ضمن التشكيله ومن ضمن الفريق مالنا حتى نكون استعداداتنا جيد للبطوله. ما دام يعني مجموعه واحده ونفس واحد ان شاء الله ربي نسوي اكثر ما سويناه العام ان شاء الله. طبعا اكيد تعرف الدوري صعب، كل 3 ايام مباراه، اللاعبين اصابات، ما يلحقون استشفاء طبعا قليل.
لكن الحمد لله احنا مقتنعين بهذا المركز، نلتقي الى مركز افضل ان شاء الله. شكرا للكباتن الاعزاء، واهلا بك من جديد كابتن حسن، من خلال يعني هذه اللقاءات التي تابعناها والحديث يعني عن اللاعبين الشباب بالفريق. يعني بالتأكيد لديكم الكثير من اللاعبين الجيدين بصراحة يستحقون تمثيل المنتخب الأول، ومن بين هؤلاء اللاعبين المدافع رعد فنر وبعض آخر أيضا، برأيك لماذا لم يعني يأخذوا فرصتهم الحقيقية مع المنتخبات؟ أكيد يعني نادي النفط هاي الموسم يقدم لاعبين للمنتخبات الوطنية، يعني قدمنا 4 لاعبين منتخب وطني وقدمنا 6 لاعبين منتخبات أولمبية، وعندنا 4 منتخب شباب، وعندنا ناشئين كان محمد داود الآن ترحل إلى منتخب الشباب، فأكيد هاي النخبة كبيرة من اللاعبين. عدم يعني أخذ استحقاقهم الطبيعي بالنسبة للمنتخبات، أكيد هذول اللاعبين شباب يحتاج لهم إلى وقت أنه يتأقلمون مع اللعب بالمنتخبات الوطنية، لكن هم جاهزين. لكن أنت تعرف كل مدرب إلى رأي بالنسبة لمستويات اللاعب وشراكة من عدمه، فأنا أعتقد هم اللاعبين يستحقون الآن يعني تمثيل المنتخب وبكل جدار، لأن اللي يقدموه بالنادي النفط وبالدوري أكيد هذا ما أجى عن فراغ، أجى عن تقديم مستوى فني جيد، اللاعب يعني مجتهد بعمله، فأكيد يعني لاعبين يعني عندهم استحقاق انه يشاركون بالمنتخبات الوطنية. نعم كابتن حسن، يعني طالما نحن نتحدث عن اللاعبين، يعني دعني أقرأ لك سريعا هذا الخبر، وفيه اعترضت يعني إدارة نادي الشرطة العراقي على انتقال لاعبها السابق أيمن حسين إلى صفوف النفط حاليا، واصف الصفقة بأنها يعني غير قانونية، مضيفة أن كتاب الاستغناء الذي تم منحه للاعب من إدارة الشرطة كان مشروطا بانتقاله والتوقيع على كشوفات نادي الأهلي القطري، وبعد فشل صفقة انتقاله للدوري القطري كان عليه العودة إلى صفوف الشرطة من جديد. كابتن حسن، يعني الآن أوجه كلامي لحضرتك، أولا ماذا تمثل لكم عودة المهاجم أيمن حسين؟ ثانيا هل يعني في عقده أي إشكال قانوني، وهل كتاب الاستغناء هو شرعي؟ احنا استاذ حتى تعرف ايمن حسين هو يعني من ذهب للشرطة خلال 5 ادوار، هو طلب من الشرطة انه ينطو الاستغناء لان هو ما ارتاح اصلا، وهاي اثرت على مستوى يعني انت لو شاهد بالمنتخب الوطني ايمن ما ظهر بالمستوى اللي كان من يلعب نادي النفط، كان مستوى افضل. فتعرف انت اللاعب يتاثر بالجانب النفسي، فريق كان منسجم به، فريق قدمه الى المنتخبات بشكل قوي، راح للشرطة، الشرطة يعني فريق جماهيري بضغوط ضغوط نفسية على اللاعب بتأثيرات سلبية تكون، فيأثر على مستوى الفني. الآن أيمن حسين جاء عقد من قطر، ذهب إلى قطر لكن الصفقة يعني فشلت مع الجانب القطري، عاد إلى نادينا اللي هو نادي النفط. إشكالات ما أعتقد أقول، لأن يعني إحنا عرضنا العقد على الاستغناء على المحامي، فقال ما بي أي بنود إنه يرجع لنادي الشرطة، هو يكون مخير من تفشل صفقة قطر مخير يرجع لأي نادي، فهو يعني الجانب المادي مستوفي شروط، يعني ما أخذ ولا فلس من نادي الشرطة، رجع لهم نص العقد اللي أخذه منهم، والآن التحق مع نادينا. كابتن دعني أقلب هذه الصفحة يعني ننتقل إلى المشاركات العربية في أكبر محفل رياضي اليوم، نشاهد 4 منتخبات عربية ستذهب إلى كأس العالم، بينما يعني وهي الغصة في القلب، بينما العراق أضاع فرصة ذهبية بالتأهل، وذلك يعني لأسباب كثيرة احنا يعني لا نزال حزينين، يعني لا نزال هنالك غصة في القلب كما قلت لضعف أغلب المنتخبات الآسيوية في هذه التصفيات، تحديدا التصفيات الأخيرة. برأيك ما هو الحل لوصول العراق إلى كأس العالم؟
والله الحلول يعني هي سهلة أنا أعتقد، يعني أنت كل 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 تصفيات كأس العالم فريقنا يكون من المنافسين الحقيقيين، لكن يعني نخرج من البطولة بأخطاء، نقول أخطاء عدم التنظيم، أخطاء بالتخطيط، أخطاء بتسمية المدربين، بتغيير المدربين، فأكيد هي عوامل كلها تأثر على عدم صعودنا. يعني هاي كانت فرصة ذهبية هاي السنة إنه نصعد ونتأهل إلى كأس العالم، لكن الأخطاء اللي وقع بيها الاتحاد من تغيير مدربين إلى تغيير لاعبين، عدم ثبات على تشكيلة، عدم التخطيط وتوفير الإعداد المثالي للمنتخبات الوطنية، هي كل هاي عوامل ساعدت إنه المنتخب العراقي ما يوصل للنهائيات. كابتن حسن، من خلال كلامك يعني هل أنت مع المدرب المحلي أم المدرب الأجنبي لتدريب المنتخبات الوطنية العراقية؟ والله أنا مع المدرب المحلي، لأن المدرب المحلي هو الأعرف بالبيئة اللي يعيش بها اللاعب العراقي ويعرف شلون يتعامل. المدرب المحلي هو أخلص، يعني أخلص ونقول يعمل من قلبه ويعمل بكل الظروف اللي تحيط به، يعني ما أعتقد مدرب أجنبي يجي يعمل بهاي الظروف. فأنا أقول المدرب الأجنبي يعني إذا كان مدرب عنده سيفي، يعني سيفي جيد وصاحب إنجازات ممكن، ونخلي معه يعني كادر عراقي يساعده حتى يستفاد من خبراته. لكن نوعية المدربين اللي نحضرهم للعراق، أول شيء هم ما لهم الرغبة يعملون داخل البلد، يريد معسكرات خارجية، فهذا غير ممكن. اثنين، ما يعرف اللاعبين، يجي يعني يسمع ويستشير ويأخذ منا ومنا في سبيل أنه يجمع لاعبين. لكن المدرب العراقي، ومو كل مدرب عراقي، المدرب العراقي اللي عنده خبرة وعنده إنجازات وصاحب فكر وصاحب شخصية، أكيد هذا المدرب أولى باستلام من المدرب الأجنبي. وإحنا شاهدنا أكثر الإنجازات اللي تحققت للعراقية على أيادي مدربين عراقيين. طيب دعني يعني أو دعنا نتكلم بشيء من الصراحة، باعتقادك هل ترى نفسك يعني تستحق تسلم مهام تدريب أحد المنتخبات الوطنية؟ وإذا كانت يعني الإجابة فعلا تستحق، هل تشعر بغبن وإجحاف بحقك وبحق إمكاناتك الفنية، يعني كونك بعيد عن هذه المهمة إلى هذه اللحظة؟ أنا يعني كنت من أول مدرب يعني تعاقد معي الاتحاد الآسيوي ضمن مشروع الرياضة الآسيوي، يعني سنة 2004 لحد سنتين حد 2010 أنا مدرب منتخبات وطنية، أشبال ناشئين شباب، عديت جيل جيد الآن هم كلهم بالمنتخبات الوطنية. فأنا يعني هذا الأمر يمكن مو أنا أقيم نفسي، ما شاء الله الإعلام هو بدأ يقيمني، والدليل أنه هاي 3 مواسم أنا أحصل على أفضل مدرب بالدوري العراقي، فهذا أكيد يعني هذا معطيات فنية على أرض أشوف التنادي غير جماهيري، نادي مو إمكانياته المادية عالية مثل السابق، ولاعبين كلهم شباب، ودا نقدم نتائج جيدة ودا نكون من المنافسين الحقيقيين. فأكيد هذا دليل على أنه خبرة المدرب إضافة إلى يعني عمل التكتيكي وعمل الفني جيد جدا، فممكن أنه يعني هاي تبقى اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات إضافة إلى الاتحاد كرة القدم، هو اللي يقيم المدربين وهو اللي ممكن يسمي المدربين. الكابتن المجتهد والطموح الشاطر حسن أحمد، لك مني خالص الشكر والتقدير، والشكر موصول أيضا لجميع عناصر الفريق على تواجدكم معنا في صدى الرياضة. كابتن، كلمة أخيرة. نادي النفوط يعني خلال هذا الثلاث مواسم هو من المنافسين على المربع الذهبي، يعني السنة الماضية أنت تعرف وكنت قريب علينا، يعني فريقنا كان منافس حقيقي الحصد لقب البطولة، لكن ضاع منه بأخطاء، أخطاء يعني أخطاء اتحاد وبعض الضغوطات اللي مورست على لاعبينا وفريقنا، فأكيد هي هاي بعدتنا عن دوري، حصلنا على مركز الوصيف. لكن هذا الموسم أنا قلت لك بعض الإصابات إضافة إلى بعض اللاعبين اللي هاجوا من الفريق أثروا على المستوى، لكن كل هذا يبقى الفريق هو من ضمن المربع الذهبي ينافس على
لقب بطولة الدوري. فأنا أعتقد إحنا تنتظرنا كذلك مشاركة البطولة العربية اللي إحنا ترشحنا من قبل اتحاد كرة القدم ضمن المركز الثاني، فأكيد هاي البطولة راح تعطيناهم دافع معنوي كبير، لأن البطولة العربية هي أقوى من بطولة الاتحاد الآسيوي. فممكن يعني هذا الفريق الشاب يكتسب خبرة من خلاله، وهذا راح يعكس صورة إيجابية على الفرق العراقية إن شاء الله. وأشكر قناتكم الكريمة على إتاحة الفرصة للمتابعة. خطيرة، ماسك خطير داخل المنطقة الثاني، جول 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 جول. مشاهدينا، كان معنا من بغداد، من العاصمة الحبيبة بغداد، ضمن الجزء الثاني لصدى الرياضة، الكابتن حسن أحمد المدير الفني لنادي النفط الرياضي، شكرا جزيلا له. نذكر الآن بأن الصفحة الرسمية للبرنامج هي بمسمى صدى الرياضة، للتواصل معكم ولاستقبال انطباعاتكم ومداخلاتكم وكل ما ترغبون أن تطرحوا حول البرنامج أو الأمور الرياضية المختلفة. فقط تكتبون بالعربي صفحة صدى الرياضة، ستظهر الصفحة بعنوان صدى الرياضة مع بلال بداع. إذن دعونا مشاهدينا الكرام، جمهورنا الرياضي الحبيب، نستغل ما تبقى لنا من وقت للوقوف مع أهم اللقاءات والنتائج في الليغا الإسباني ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني. يا ترى من واصل موسمه النظيف بانتزاع النقاط الثلاث، ومن هم الذين لا يزالون يغردون خارج السرب في هذا الموسم؟ الليغا الإسبانية في الوقفة التالية. جنب المدافع الدولي جيرار بيكي فريقه برشلونة من تلقي الخسارة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن أدرك التعادل في وقت متأخر في مرمى إسبانيول بهدف مقابل هدف في المرحلة 22. وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة. وكان فريق ريال مدريد قد فشل في تحقيق انتصاره الثالث تواليا بالدوري الإسباني بعدما تعادل هو الآخر مع ليفانتي بهدفين لكل منهما. وتقدم ريال مدريد على ليفانتي في مناسبتين بفضل راموس وإسكو، ونجح المضيف في التعديل بهدفي الغاني بواتينغ والإيطالي باتسيني ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع مقابل 20 نقطة لليفانتي في المركز السابع عشر. وقلل أتلتيكو مدريد الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 9 نقاط بعد فوزه الصعب على ضيفه فالنسيا بهدف دون مقابل، وجاء الهدف عن طريق الأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة 59، وبذلك تجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام ريال مدريد الرابع و9 نقاط خلف أتلتيكو. إذن مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به الوقت. بالتأكيد أنقل لكم شكر وتحيات أسرة صدى الرياضة. أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.